أهلا من جديد. قد ترى مراهقا عابسا طوال الوقت، لكن الأمر لا يتعلق به وحده بل بفئة عمرية كاملة. حيث كشفت دراسة حديثة أن المراهقين من أكثر الفئات العمرية التي تعاني من انخفاض في السعادة العامة. الدراسة التي أجرتها جامعة كامبريدج على نحو 91 ألف بريطاني بين 10 إلى 80 عاما كشفت أن المراهقين من هذه المجموعة كانوا يعانون من انخفاض في نسبة السعادة. واستخدمت الدراسة نتائج مسح للأسر في المملكة المتحدة بين عام 2009 و 2018 والتي سألت الأفراد عن مدى رضاهم. أشارت الدراسة إلى أن أولئك الذين تقل أعمارهم عن 16 عاما كانوا الأكثر حزنا من خلال اختياراتهم. في عام 2014 أطلق اثنان من علماء النفس في جامعة كاليفورنيا دورة تدريب عبر الإنترنت بهدف تعليم الطلاب كيف يكونون سعداء في 8 أسابيع فقط. أولاً بتعزيز العلاقات الاجتماعية، وذلك لما لها من تأثير إيجابي على الصحة الجسدية والنفسية. ثانياً التعبير عن الامتنان، سجل مثلاً 3 أشياء جيدة حدثت لك في اليوم فهذا سيجعلك قل اكتئاباً بحسب الدراسة. ممارسة تأمل اليقظة الذهنية في التركيز على الحاضر بدلاً من الماضي والمستقبل يحفز مشاعر قبول الذات. ممارسة التعاطف مع الذات وهو أصعب عنصر في القائمة، فالنقد الذاتي المفرط يعوق تحقيق الأهداف. في الاستوديو تنضم إلينا اليوتيوبر والمدونة بيسان إسماعيل والمدون أنس الشايب. بيسان، أنس، نورتونا، أهلا بكم معنا. صباح النور. صباح الخير. طيب بيسان، دراسة تقول إن الفئة العمرية المراهقة هم الأكثر تعاسة وحزنا مع أسلوب الحياة الحالي، وأنت يوتيوبر يعني ومشهورة، ما مفهوم السعادة لديك؟ هلأ بيقولوا إنه المراهقين عندهم تعاسة، شيء غلط أنا بحس، لأنه مو كل المراهقين، هي حسب الحياة أو المجتمع اللي حواليهم بيكونوا. أنا مفهوم السعادة عندي كتير بسيط، يعني يمكن أبسط شغلة تسعدني، يعني تكون شغلة كتير بسيطة، مثلاً ماما جابت لي شيء أو جبت هدية، فيعني عادي بيكون المفهوم السعادة كتير بسيط عندي وبنبسط بأي شيء. حلو، راضية يعني على كل شيء، الحمد لله. خلينا نسأل أنس. أنس، أنت قبل ما أول ما وصلت على الاستوديو قلت لي أنا بحب أضحك قدام الكاميرا. بدي أسألك، من أي سن دخلت هذا عالم السوشيال ميديا؟ وكيف يعني شو خسرت وشو ربحت من دخول هذا العالم، عالم التأثير أو المؤثرين؟ أوكي، أنا لما دخلت عالم السوشيال ميديا دخلت من 2014. أنا من النوعية 8 سنين يعني من زمان، يعني من أنا صغير أنا ما كنت أحب الدراسة. كم عمرك في مجال السوشيال ميديا؟ أنا هسا مواليدي 2002، يعني عمري 20 سنة. عمري الطويل. طيب شو خسرت وشو ربحت من هالتجربة؟ خسرت الدراسة وربحت السوشيال ميديا. كيف يعني بنربح السوشيال ميديا؟ يعني كيف؟ أنا ما توقعت يوم من الأيام إنه تنجح معي أو تزبط معي، والحمد لله حالياً السوشيال ميديا بالنسبة لي كل شيء بحياتي. طيب بيسان، الدراسات تقول أنه التواصل الاجتماعي، العلاقات الاجتماعية تجعل الفرد أكثر سعادة. أنت اليوم عندك ملايين المتابعين على مواقع التواصل، إلى أي مدى هذا أخذ حيز من حياتك الاجتماعية ومن علاقاتك؟ هلأ السوشيال ميديا ساعدتني بكثير شغلات وكمان أثرت علي بكثير شغلات، يعني هي من الجهتين سلبية وإيجابية بنفس الوقت. بس الشغلات الإيجابية بالسوشيال ميديا كانت أكثر من السلبية،
صراحة بالنسبة إلي. وكثير السوشيال ميديا ساعدتني بشغلات أنا ما كنت فيني أعملها على أرض الواقع أو بالمجتمع. فأنا دخلت السوشيال ميديا حتى أوصل رسالة أو موهبتي أوصلها عبر السوشيال ميديا. ولهيك أنا كثير بحب السوشيال ميديا ومستمرة فيها لهلا. نعم. الحمد لله. بيستعمل سؤال بسيط إنه عندي فضول أعرف قد إيه ساعات مش رح نقول عمل بس بتكرسيها للسوشيال ميديا وكيف بتخلط الحياة الشخصية والحياة المهنية بين قوسين إذا حكينا عن السوشيال ميديا؟ بصراحة بدي كذب كثير صعب كثير صعب إني فرق بين الحياة الخاصة والسوشيال ميديا لأنه بحسهم أمرات بيجي فترة إنه خلص حياتي الخاصة كلها طلعت ما عاد في حياة خاصة بس يعني صعب التفرقة بين حياة السوشيال ميديا والحياة الخاصة لأنه أغلب وقتنا بيكون على التليفون نضل نشوف حساباتنا نضل نفتح التليفون نشوف التيك توك الانستغرام اليوتيوب يعني خلص حياتنا كلها صارت سوشيال ميديا بس في دراسة أنا سنتبه بتقول إنه التليفون أو الجوال هو جزء من التعاسة كمان أكيد جزء كبير أصلاً إحنا لما نترك التليفون بنصير تعساء لأنه التليفون لما تضلك ماسكه وجود التليفون بيدك أغلب الوقت بيسبب لك تعاسة طيب هذا الإطار بيسان يعني يقولوا كمان الدراسات أنه بالفعل مواقع التواصل تحقق مكاسب مادية تحقق الشهرة لكن في المقابل هناك ضغط نفسي هناك انتقادات من ناس لا تعرفيها أصلاً في مواقع التواصل كيف تعاملي مع الموضوع؟ هلأ أنا أول ما بدأت سوشيال ميديا كنت أتأثر بس حالياً ما عاد أتأثر لأنه بحس حالي أنه خلص يعني تخطيت هاي المرحلة وبحس أنه العالم اللي عم تحكي كومنت سلبي أو شيء هالشي بيدفعني أني أنجح أكثر وأني أقدم شغلات أكثر على السوشيال ميديا ما في شيء أبداً بيرجعني لورا بالعكس دول الكومنتات هنا اللي بيخلوني أمشي لقدام قبل ما نحكي عن أكثر سؤال جرحك أو نقد جرحك بتحكي لنا عن هالفستان اللي عمل ثورة هذا الفستان دولارات شو قصة هالفستان؟ هذا فستان شو قصة ما له قصة هو مجرد فكرة خطرت ببالي إني أعمل شيء جديد على السوشيال ميديا ما حدا عمله من قبل وحسيت الفكرة كتير لذيذة وكتير بسيطة وأخذتها كتير بشكل عفو وبنية صافية يعني شكرا جزيلا بيسان وأنس نورتونا في الاستوديو البسمة دائما على محياكم الله يحفظكم شكرا لكم شكرا يسعد قلبك